حقائق عن آسا. الاسم الحقيقي يسر أحمد الخالدي، تحمل الجنسية العراقية، حيث أن أصولها وأصول عائلتها تعود للعراق. مكان السكن الحالي في فنلندا. مكان السكن السابق العراق. ولدت آسو في دولة العراق. تاريخ الميلاد، ولدت آسو بتاريخ 25 أكتوبر 1999 ميلادي، وتبلغ آسو من العمر 21 عاما. برجها الفلكي هو برج العقرب. تتقن ثلاث لغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفنلندية. الحالة الاجتماعية عزباء، غير متزوجة. المهنة، تعمل آسو كمدونة تجميل ويوتيوبر. لديها ثلاث أخوات، مريم ونور ودانيا. ظهرت مريم على قناة آسو بتاريخ 13/1/2020. والدها لا يفضل الظهور على قنوات بنات، لكنه يشجعهم على مواصلة العمل. عن القناة، انضمت آسو لليوتيوب بتاريخ 29/10/2017 ميلادي. القناة منوع بين مقاطع ردات الفعل والتمثيل والفلوجات والتجارب والتحديات والمقالب. وصل عدد المشتركين بالقناة إلى أكثر من 2 مليون مشترك، وحصدت القناة أكثر من 148 مليون مشاهدة خلال 3 سنوات. وقامت آسو برفع 129 مقطع فيديو، وصلت لمليون مشترك في مارس 2020. عن التيك توك، لدى آسو حسابا في تيك توك باسم، يتابعه على تيك توك أكثر من 2,300,000 متابع، وقد حصدت مقاطعها في تيك توك أكثر من 20 مليون إعجاب من أصدقائها بنين ستارز وروبي روز وقمر الزمان وسارة. الإنستغرام، لديها حساب في إنستغرام باسم، يمكن البحث عنه باسم يسر الخالدي أو آسو، ويتابعها في الحساب أكثر من 1,300,000 متابع، وصلت 1,000,000 متابع في مايو 2020. المفضلات، اللون المفضل الأسود، الفصل المفضل الصيف، الرياضة المفضلة التنس والسباحة، الطعام المفضل الدولمة العراقية والبرجر والسوشي، الفريق المفضل برشلونة، تحب الأنمي، تحب الميك أب، تفضل الزي المدرسي الياباني. الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. قناة ألوان تيوب.